وصلاة وسلاما على نبيه الأمين، وبعد. معنا شبهة اليوم أو سؤال يسأله زكريا الكذاب والمنصر اللي جه قال لي آمن بالمسيحية واترك الإسلام، وقال لي اختار، فقلت له نعم، عشان اختار لابد أدرس الكتابين، أدرس الكتاب المسيحية وأدرس كتاب الإسلام اللي هو القرآن ثم أقرر. فدرست المسيحية في الكتاب المقدس، الكتاب ده، ودرست الإسلام، ودرست الإسلام عن طريق القرآن، فلذلك آمنت بالإسلام ورفضت وتركت المسيحية. كان شبهة هذا المنصر إنه قال لي إزاي الرب عندكم يا محمد بيحمد نفسه؟ قلت له فين؟ إيه الدليل يعني؟ قال لي في الفاتحة. مش ربكم بيقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين؟ قلت بداية كلام جيد، هتتكلم بدليل، لكن لما قلت حياك الله يا فارس، لما قلت انك بتقول ان الرب في الاسلام بيحمد نفسه، فأتنا بالدليل على ان الله يحمد نفسه. قال لي في القرآن بتقوله في اول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فده بيقول ان كده الاله بيحمد نفسه. قلنا الرد على الشبهة دي في عدة نقاط، بس أهم حاجة يا منصر اعرف إن الرب عندك أنت اللي بيحمد نفسه وبيصلي لنفسه وبيدعو نفسه وبيقول لنفسه يا أنا يا أنا لماذا تركت أنا، وبيكلم نفسه. الله، في منصر أنا ناقشته قلت له الإله عندك كان بيكلم مين لما كان بيقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم؟ قال لي كان بيكلم نفسه. طبعا احنا عارفين ان اللي يكلم نفسه ده مش عايزين نقول، اللي بيكلم نفسه بيبقى. قالوا نرجع ونشوف في مسألة الحمد لله رب العالمين، هل الإله بيحمد نفسه أم ماذا؟ في حديث في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي. يبقى معنى الحمد لله رب العالمين أن يعلمنا الرب سبحانه أن نقول قولوا الحمد لله رب العالمين. يعني الله بيعلمنا سبحانه إزاي نصلي له، فكأنه يقول لنا قولوا الحمد لله رب العالمين، ويكون المعنى قل يا محمد وعلم أمتك الحمد لله رب العالمين على ما أنعم عليكم من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. تمام، ده المعنى الإيه؟ المعنى الأول، أي أن الله سبحانه يعلمنا أن نحمده وكيف نحمده. ليه؟ لأننا لا نحصي ثناء عليه. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. لا نحصي ثناء عليه، كما جاءت في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تمام. المعنى الثاني جاء في تفسير القرطبي، ومعناه الحمد لله رب العالمين أي سبق الحمد مني
لنفسي أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة وإنما لإنعامه علينا، يعني لإنعامه علينا. وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه في الأزل. ألا ترى أن سيد المرسلين نبي محمد يعني قال يا رب سبحانه لا أحصي ثناء عليك، وهذا كلام قرطبي بنص. يبقى الحمد لله رب العالمين كما جاء في حديث مسلم حمدني احمدني يعني، فيقول الرب عبدي أي قولوا الحمد لله رب العالمين. هنا سؤال للمسيح النصراني، يقول لك انتوا يا مسلمين عندكم رب بيحمد نفسه، انت عندك الرب بيصلي لنفسه وبيكلم نفسه وبيدعو نفسه وبيعبد نفسه وبيرجو نفسه، فما هذا؟ ثواني انا عايز اخ، كنت للاسف نسيت اخ اللي هينزل النصوص، استعمل له اشاره. طيب ايه الدليل على كده؟ اما في المعذره لحظه أما في إنجيل لوقا إصحاح 23 عدد 34، لوقا ثواني أجيب الأخ بس اللي بينزل النصوص، إن شاء الله تأخرنا عليه بقى للأسف. إنجيل لوقا إصحاح 43 العدد 23 العدد 34 بيقول زي ما انتوا هتشوفوا حالا على التكست. بسم الله. احسنت يا احسنت يا محسن. فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. السؤال هنا، كان الرب عندهم بيكلم مين؟ الرب بتاع الكنيسة كان بيكلم مين؟ عارف كان بيكلم مين؟ والله باعتراف شماس مسيحي كان داخل يناظرني بيقول كان بيكلم نفسه. بقول له الرب عندك كان بيكلم مين؟ قال لي كان بيكلم نفسه. قلت له كان بيصلي لمين؟ قال لي كان بيصلي لنفسه. ده ايه؟ طيب شوفوا حاجة تانية وده انا عملت فيه بث النهاردة او اللي كنت عامل فيه البث، لسه الصورة موجودة اهي. بسم الله الصورة اهي، شوفوا كده يا شباب الصورة دي واضحة عندكم؟ شوف كده، ده الإله عند الكنيسة، الآب الابن الروح القدس عندهم الثلاثة دول واحد، عندهم الثلاثة دول واحد اهي اهو. الصورة كده واضحة اكتر. الآب الراجل العجوز اللي على اليمين ده، الابن الشاب اللي على الشمال، الروح القدس الحمامة اللي فوقيهم دول، هي الثلاثة دول عندهم إله واحد. كان ابن العالمين الصغير ده بيكلم الرجل الكبير العجوز ويقول له يا أبتاه اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المشكلة إن النصارى بيعتقدوا إن كده الإله كان بيكلم نفسه، الإله كان بيكلم نفسه. في حاجة تانية في إنجيل، لحظة نزل ولا لا؟ ان شاء الله نزل. في انجيل لوقا اصحاح 11 عدد 1،
وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحدا من تلاميذه: يا رب علمنا كيف نصلي، علمنا كيف نصلي. كان بيصلي لمين بقى الرب عندهم؟ رب الكنيسة كان بيصلي لمين؟ أتاريه كان بيصلي لنفسه. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. أتاريه كان بيصلي لنفسه، تمام؟ لحظة عشان أخنا، يلا خير إن شاء الله. بإذن الله هنبتدي ناخد الكذب النصارى والكذب على الإسلام، شبهة شبهة كده، من أول الفاتحة، البقرة، النساء، آل عمران وما إلى ذلك. حد أي مسألة أو أي شبهة في الأمر ده هنبتدي نفندها بإذن رب العالمين. دعواتكم بس لينا ونرد عليهم بما يعتقدوهم. فالحمد لله أي ثناء على الله سبحانه. طيب، من الحامد هنا؟ الرب سبحانه يعلم عباده ويعلم المسلمين أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. الدليل على ذلك حديث مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يبقى الحمد هنا أي أمرنا الله سبحانه أن نحمده، كأن الله يقول لنا أو يقول للنبي: يا محمد قل لأمتك أن تقول الحمد لله رب العالمين. أما رب الكنيسة فبيحمد نفسه، بيصلي لنفسه، بيكلم نفسه لما قال إيه: أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. كان هيصعد لمين؟ كان هيصعد لنفسه. إزاي هيصعد لنفسه؟ شوفوا كده، دي صورة برضو للإله عند النصارى، التالوت. معرفش الصورة كده هتوضح ولا لأ. بسم الله، عندي الإضاءة تعبانة شوية والكاميرا تعبانة كمان. كده ممكن توضح شوية. الآب العجوز اللي على اليمين، الابن اللي على الشمال، الحمامة اللي فوق، دي الروح القدس عندهم. في عندك صورة تانية ممكن تكون أوضح منهم كلهم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء القوم يعبدون ثلاث واحدا. شوفوا كده كمان، كده دي واضحة شوية. اللي على الشمال ده الابن اللي هو عندهم، يسوع المصلوب اللي مات على الصليب. اللي على اليمين ده إله عندهم، خلق السماوات والأرض، اللي هم بيقولوا عنه الآب. بص اللي فوق ده، في فوق كده حمامة، فوقيهم كده تلاقي حمامة. مين الحمامة دي بقى؟ دي الروح القدس عندهم. التلاتة دول إله واحد عندهم، يعني بيعبدوا التلاتة دول، بيعبدوا اللي على اليمين وبيعبدوا اللي على الشمال وبيعبدوا اللي فوق. والمشكلة الكبرى إن بيقول لك هؤلاء التلاتة إله واحد. المشكلة إنهم يقولوا لك في الآخر إحنا موحدين، إحنا بنعبد إله واحد. لا والله، لا يعبدون إله واحد، بل يعبدون ثلاثة آلهة مختلفة في الشكل، مختلفة في العمل، مختلفة في الاسم. طب انت عايز ايه بعد كده؟ عايز ايه بعد كده؟ تمام؟ طيب، حد عنده سؤال يا شباب في هذه النقطة؟ حد عنده أي استفسار في النقطة دي؟ عندك برضو تاني، ربهم كان بيحمد نفسه. شوف على سبيل المثال. وطبعا أنا ليه بقى بنرد عليهم مما يعتقدوا؟ لماذا سموا ضالين يا شباب؟ عارفين تسموا ليه ضالين؟ لأنهم لم يعرفوا الحق أصلا فلم يتبعوه. اليهود سمي، اتقال عليهم مغضوب عليهم. ليه؟ اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، لكن النصارى زكريا بقلز وعياله لم يعرفوا الحق أصلا فلذلك لم يتبعوه، فلذلك هم ضالين. فهمتوا؟ في عندك في إنجيل يوحنا إصحاح 11 العدد 41 يقول: نزلت لكم، حياك الله يا يوسف، نزلت لكم النص على التكست اهو. بيقول ايه؟ بيقول الرب عندهم: فرفعوا الحجر. إصحاح 11 العدد 41، الابن يسوع الابن الصغير بيقول للاب الكبير. يعني الابن الصغير بيقول للاب الكبير؟ هقول لك انا.
أنا هوضح لك بالمثال يتضح المقال. عندنا الاثنين دول، شوف كده إن شاء الله تظبط الصورة. بسم الله. الابن اللي على اليمين ده بيكلم اللي على الشمال، الابن الصغير بيكلم الراجل الكبير العجوز بيقول له أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنت في كل حين تسمع لي. يبقى عندنا اللي على الشاب الصغير ده، الصغير كان بيكلم الكبير ويقعد يقول له أشكرك وأشكرك يا حبيبي وأنت سمعت لي، والتاني يقول له أنت ابن الحبيب الذي به سررت، والثالث يقول له إلهي إلهي لماذا تركتني، والرابع يقول له أنا مش هسيبك تاني أبدا. وبعد كده يقوم قايل لك إيه؟ يقول لك إن الثلاثة دول مشكلة. أهو شايفين الثلاثة، التالوت عند النصارى ده الأب والابن والروح القدس، ثلاث آلهة، ثلاث آلهة. أي إنسان عاقل يعني عنده ولو 1% من العقل يعرف إن دول مش إله واحد أبدا، دول ثلاث آلهة. أتمنى تكون رد الشبهة دي واضح للجميع، أن الحمد لله رب العالمين أن يأمر الرب سبحانه عباده أن يحمدوه، فالله سبحانه يعلمنا كيف نحمده فنقول الحمد لله رب العالمين. ثم النصارى عندهم الرب لا يحمد نفسه فقط، بل الرب عند النصارى بيحمد نفسه، بيصلي لنفسه، بيكلم نفسه، بيزعق لنفسه، بيقول لنفسه لماذا لماذا، بيحب نفسه. ما هو انت بص الاب لما كان بيقول ايه، هذا هو ابن الحبيب، الاب لما كان في السماء وكان بيقول ساعة المعمودية للي عارف النصوص، معرفش اخونا محيي بقى جه ولا لا عشان ننزل النصوص، نتأخرت عليه، فالله مستعان. شكله مش ابتعد، شكله ابتعد. النص بيقول ايه، هذا هو ابن الحبيب الذي سررت. فالاب فوق في السماء بيكلم الابن عندهم اللي هو المفروض اله واحد، اللي فوق بيقول اللي تحت ايه، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، واللي تحت يقول اللي فوق الهي الهي لماذا تركتني. قاعدين يتكلموا مع بعض وبعد كده اله واحد، لا وجاي يعترض على الاسلام ويقول لك انتوا عندكم الرب بيحمد نفسه. يا راجل اسكت بقى، يا راجل اسكت بالهك اللي طالع ب20 دور ده. تمام. اتمنى يكون شرح المساله واضح ومبسط وباين للجميع، وازاي نرد عليهم مما يعتقدوا، والله المستعان. حد عنده سؤال فيما قلنا؟ حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ حي الله من انضم إلينا، غفر الله لنا ولكم واستعملنا وإياكم لطاعته ولنصرة دينه ولقول الحق، فلقد قال الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نسأل الله العافية. في الختام لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم، ولا تنسى الاشتراك في القناة وال متابعة الصفحة واعملها شاهد أولا، وشوف الفيديوهات القديمة اللي عملتها في الصفحة وفي قناة اليوتيوب، واعطي لو سمعت الشبهة دي من نصراني أو شيء خد الشبهة واعطي له الفيديو يسمعه، ولو في رجل يرى من نفسه العلم والقدرة على الحوار سواء خادم كنيسة شماس منصر لا إشكال، يتفرج المناظرة هنا بث صوتي، ونسأل الله سبحانه أن يبصرنا وإياكم بالحق، اللهم أمين. ولا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.